جولة على المواعيد الثقافية والفنية ببداها من مسرح زقاق. سابع دوني دي تيل هو عنوان العرض يلي فيكن تتابعوه الليلة الساعة 8 باستوديو زقاق. العرض بياخد شكل تفاعلي ليحكي عن شكل تفاعلي بين الممثلة والجمهور ليحكي عن مواقفنا الشخصية من الحياة. عم نشوف مشاهد من أحد العروض اللي سبق وتابعناها باستوديو زقاق. المناش الجيفة السامية يسعقون بأسى رخيص الأجل. مجموعة من أساتذة التانجو من حول العالم رح يعطيكم موعد من خلال دورات تدريبية بالإضافة لعرضين ب 29 و 30 الشهر بالميوزيك هول ضمن إطار مهرجان بيروت الدولي لرقص التانجو. بالإضافة للرقص رح تقدروا تستمتعوا مع واحد من أجمل أصوات التانجو بالعالم ساندرا رومولينو. بذكر 29 و 30 بالميوزيك هول. خالد الهبر بموعد جديد وهالمرة مع أغاني جديدة وتوزيع جديد للأغاني القديمة مع 20 موسيقي رح يكون على مسرح قصر اليونسكو الخميس الأول من أيار. بيروت بواريد وأبطال وخنادق وحرية سهراني أحيي طعام البيوت. بيروت شوية ناس بعد جولتها ناجحة بعدد من مدن العالم والعواصم العربية، تهليلة بتعطيكم موعد الجمعة والسبت الساعة 8:30 المساء على مسرح بابل، وهي فرقة تعنى بالموشح والإنشاد الديني ونشر التراث الإسلامي الأصيل وتعميق مفهوم الإخاء الإسلامي المسيحي بما بيخدم الحضارة والإنسان. بنشوف مشهد من أحد العروض. من طلع البدر علينا وفريق تهليلة اللي بذكركم الموعد الجمعة والسبت الساعة 8:30 على مسرح بابل. رح انتقل للمسرح بالعروض الأخيرة لطريق الشمس على مسرح كازينو لبنان للفنان روميو لحود. البطولة لوليد العليلي ميكايلا زميلتنا بيريت أطريب جاد أطريب وعفيف شيكا. Yeah.
تابعين مع بيروت سبيكس جاز او بيروت بتحكي جاز، هالمهرجان يلي كتار بينطروه بيعطيكم موعد السنه الاربعاء 30 الشهر الساعه 9:30. احنا عم نشوف مشاهد من السنه الماضيه، الموعد هو على مسرح المدينه بمشاركه مجموعه كبيره من الفنانين والموسيقيين اللبنانيين، بينهم اميمة الخليل، تانيا صالح، فؤاد عفرة وغيرهم. لبنان ثرو هاري، معرض جديد لميساك أتاميان بيهديه لوالده، المعرض يلي انطلق ب 23 الشهر مستمر ل 30 الشهر بجالوري اكزود بالعكاوي الاشرفيه. ختام جولتنا على المواعيد الثقافيه والفنيه بيكون مع حفل بعنوان سي يو نكست ساتردي لايف. هالعرض رح بيصير هيدا السبت بكونكريت 1994 بمنطقة سن الفيل. هالمشاهد اللي عم نشوفها هي من سنة الماضية. هالسنة موعدكم مع أكثر من فنان وفرقة موسيقية، بيناتهم فرقة أدونيس، مات جام، فان كلود جندام وزياد نوفال. عم نشوف مشاهد من السنة الماضية. كان سي يو نكست ساتردي لايف هالسبت الساعة 9:30 بالكونكريت 1994 بمنطقة سن الفيل. جولة على الطرقات مع جوال. نعمل جولة سريعة عبر الكاميرات على المناطق اللبنانية، ومثل ما بين بجسر سليم اسلام بمحطة أولى بهالجولة انه في عجقة سير خاصة باتجاه بيروت، مش في عجقة سير، السير متوقف بالمبدأ. المشهد تقريبا بيتكرر على تونيل بربير كمان خاصة باتجاه بيروت، حركة ناشطة إلى كثيفة بالزلقة بالاتجاهين، ومن الزلقة بنروح على رومبوان صيدا يلي بيشهد حركة سير ناشطة من دون توقف للسيارات، أما بجوني باتجاه بيروت حركة سير كثيفة وبطيئة نوعا ما، بمثلث خلدة بكل اتجاهات حركة سير ناشطة، بتوقف سير نوعا ما على الجسر باتجاه بيروت. رح ننتقل الى غرفه التحكم للمرور ببيروت مع مؤهل اول روبير زغبي. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. نعاد عليكم. وعليك يا رب، تفضل. في عندنا حركه سير ناشطه على اسراد جوني باتجاه نفق نهر الكلب. نعم. ضغط السير بلش عندنا تقريبا من جسر انطلياس باتجاه جل الديب نهر الموت. كما في عندنا ضغط سير من الدوره باتجاه الكارنتينا شال حلو. نعم. في عنا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه بيروت، وأيضا ناشطة من الجمهور باتجاه الصياد. في عنا ضغط سير على المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم. نعم. وأيضا ضغط سير من البربير باتجاه كورنيش المزرعة. كما في عنا حركة سير ناشطة من رزق الله باتجاه الشيفرولي، ومن الدورة باتجاه نهر الموت كان في عنا صهريج معطل على محول نهر الموت. نعم. نزاحل على جنب والسير عم بيعود تدريجيا على طبيعته. نعم. بالنسبة للحوادث سجل عنا الليلة الماضية 6 حوادث نجم عنهم قتيل و6 جرحى. بالنسبة للأشغال بعد أعمال صيانة الريجارات على بوليفار كميل شمعون من قبل البلدية مستمرة. نعم. كما الأعمال مستمرة على مستديرة الصياد حتى يوم الغد، وايضا بالطبع اعمال مستمره على الاستاذ الرئيس لحور باتجاه سوق السمك. نعم. هيدا مبدئيا كل شيء. ما تركت لي مجال اسالك ولا سؤال. تفضلي.
وشو بعد بدنا نسال خصوصه؟ لا بعد بدنا نسال بخصوص التدابير الامنيه اللي كانت امبارح بسبب الجلسه. اكيد اليوم فاتح السير بشكل طبيعي صحيح؟ اكيد اكيد اليوم الامور كلها طبيعيه بالمنطقه. نعم خلينا نرجع نذكر بالارقام الخاصه بغرفه التحكم للمرور كمان 17-20 على الخط الساخن. نعم طيب شكرا لك حضرة مؤهل أول روبرت زغبي، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. نحن بدنا نتابع حلقتنا من بعد البريك، وبذكركم ضيفتنا لليوم هي الفنانة التشكيلية هناء عبد الخالق لنحكي معها أكثر عن معرضها الجديد اللي بيحمل عنوان أحلام في زمن هارب، وبالإضافة لتقارير منوعة من كافة المناطق اللبنانية من لبنان ومن العالم. بعد البريك لاقونا.